أكثر من 4 مليارات دولار هي حجم التراجع في الاستثمار الأجنبي القادم إلى مصر منذ قيام ثورة 25 يناير. استثمارات خرجت، أو إن شئت قل هربت من مناخ استثماري غير آمن. فالاستثمار الأجنبي في مصر، والذي تراجع خلال العام الحالي إلى 2,200,000,000 دولار، سجل بها أدنى مستوياته في 7 سنوات، بات يواجه العديد من التحديات سياسيا وأمنيا واقتصاديا. أنا بقول إنه كان الاستثمار المباشر في أقصى درجات وصل لفوق 13 مليار دولار بيدخلوا مصر في السنة، النهاردة بقى بالسالب، بقى بينسحب من مصر. معنى ذلك إيه؟ مصانع هتتقفل، شركات هتتقفل، عمالة هتطلع في الشارع، مش هيجي استثمار جديد. 5 مليون عامل شغالهم من القطاع الخاص مش هيشتغلوا. النهاردة القطاع الخاص يقدر يدفع مرتبات شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ثم هيقفل. ولأن الاستثمار يبحث دائما عن مناخ آمن، كان غياب الأمن في مصر أبرز التحديات التي واجهت الاستثمار بعد الثورة. فما بين مظاهرات وإضرابات وأعمال عنف هنا وهناك، غاب الأمن وازداد الخوف، ليس فقط على مستقبل الاستثمار وإنما على مستقبل الاقتصاد المصري. فبدون أمن لن ينهض الاقتصاد ولن يعرف الاستثمار له طريقا. بنأمل أن بعد انتخابات مجلس الشعب والشورى، مجلسي الشعب والشورى، يكون هناك بداية للاستقرار. شريطة أن يكون هناك أمن، يعني مجلس الشعب ساعتها بقى نقدر نقول لازم يكون في أمن، صحيح، ويكون في قانون بيطبق أيا كان. يجب أن الناس تعي تماما أن الفترة الأخيرة ترتب عليها الاستغناء عن العمالة المؤقتة أولا، تخفيض المرتبات، لأن ما فيش حل، يعني احنا مش هنضحك على بعض ونقول في حلول أخرى، ما فيش حل تاني. وإذا كان الأمن حلقة في سلسلة التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، فإن الحلقة الثانية تبدو أكثر ضبابية وغموضا في ظل عدم اتضاح الرؤية السياسية في مصر بعد الثورة. فمع رحيل نظام مبارك تعددت الأحزاب والقوى السياسية، وأصبح مستقبل مصر السياسية على المحك. فالنظام القادم أصبح عليه أن يعالج إرثا من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة طيلة السنوات الماضية، بعد أن تعثرت عجلة الإنتاج وتراجعت معدلات نمو الاقتصاد، وتزايدت الضغوط على موازنة الدولة، طارة لتلبية المطالب الفئوية وأخرى لسد عجز الموازنة المتزايد. بنوك النهاردة ماليا قوية وقادرة، ولكن تقدر تتحمل تشيل الاقتصاد إلى متى؟ لازم يحصل تغير في الأوضاع الحالية، يعني لازم بقى مصر يبتدي يبقى فيها نظام سياسي واضح، ويبقى فيها توجه واضح اقتصادي ككل كدولة، ويبتدي فيها يعني القوانين والمؤسسات التشريعية ومؤسسات الدولة السياسية كل ده لسه حاجات لسه لم تكتمل بعد، ودي طبعا بتعمل ترقب وقلق من قطاعات الاستثمار. انتوا بدأتوا بالفعل في مساعدة الشركات، ام كما يقال لا يزال تردد لدى البنوك؟ لا ما فيش تردد، احنا بدأنا، لان احنا لن نترك هذه الشركات يعني تتداعى الى الخلف، لان دي مكاسب وموارد بتاعت الدولة، مش هنقدر نسيبها انها تروح. فاحنا واقفين ورا الشركات وبنسند، لكن احنا بقى يعني نرجو انه مصر تتفق القوى السياسية على توجهات للمستقبل، عشان نقدر نحن الاحتياطيات بقى اللي كوناها في السنين اللي فاتت، احتياطيات مالية جوه البنوك ورؤوس اموال واحتياطات الدولية ما تستنزفش. اما ثالثة الاثافي فكانت موجة الاحكام والدعاوى القضائية التي قلبت ميزان الاستثمار في مصر رأسا على عقب. فالبداية كانت بأحكام قضائية بسحب الأراضي المملوكة للدولة من مستثمرين محليين وأجانب، خصصت لهم تلك الأراضي بالأمر المباشر خلال السنوات الماضية ودون مزايدة علنية، لتتعالى الأصوات مطالبة الحكومة المصرية بأن تحترم تعاقداتها مع المستثمر المحلي والأجنبي. ابتدى يبقى فيه تساؤلات على شرعية وقانونية عقود الأراضي اللي تملكتها أغلب الشركات العقارية. شركات التطوير العقاري أهم أصل بالنسبة لها هي الأراضي بتاعتها، دي قدرتها على التعمير في مشاريعها الحالية ومشاريعها المستقبلية.
ده معناته ان احنا اول ما نحط علامة استفهام على تملكها للاراضي وقانونية تملكها للاراضي واحتمالية سحب الاراضي دي منها، ده بيؤدي لحالة من البلبلة وعدم الثقة، وبالتالي لحالة من الركود الشديد في الطلب. مين اللي هيغامر بانه يروح يشتري وحدة في مشروع ممكن يلاقيها اتسحبت منه وفلوسه تروح فيه؟ فما كانش في ديناميكية، ما كانش في يعني حتى مع فتح ملف الأراضي حصلت حالة من العتامة التامة. هنتعامل إزاي مع الأراضي دي؟ هل هنحترم القوانين زي اللي مفروض يكون يعني في أي المجتمعات الحديثة بصفة عامة؟ الارتباطات القانونية التعاقدية لها احترامها. ولم تلبث أصداء الدعاوى القضائية تؤثر على الاستثمار العقاري في مصر، إلا وخرجت أحكام قضائية جديدة بسحب رخص الحديد التي منحت لخمسة مصانع محلية بسبب عدم سدادها لرسوم تلك الرخص. يتخبط الجميع حكومة ومستثمرين حول كيفية تنفيذ هذه الأحكام، فمصانع الحديد أصبحت قائمة وضخت فيها استثمارات بالمليارات، فيما لم يعد أمام الحكومة المصرية سوى أن تعيد منح هذه الرخص لنفس المستثمرين وأن تحصل رسومها ولو على أقساط، وهو الأمر الذي لا يزال محل جدل ونقاش في الأوساط الاقتصادية المصرية. لازم نحترم الأحكام القضائية كويس قوي. الحكم صدر، الحكم واجب النفاذ، واجب النفاذ من لحظة النطق به لأن دي محكمة جنائية. احنا نحترم ده كله واحنا بننفذه فعلا ولا التفاف على الحكم. احنا النهاردة الحكم الصادر بخصوص خمس مصانع حديد، منهم اثنين لعز وثلاث مصانع اخرين. الخمس مصانع النهاردة فيهم حجم عمالة يصل ل 22 الف عامل، فيهم حجم استثمارات قروض بس من البنوك بتعدي 8 مليار جنيه. السوق نفسه هيتأثر. تنفيذ الحكم ليس سهلا أكيد، بس لازم هيتنفذ، ولكن احنا بنجد حلول أخرى عشان لا نعطل المصانع ولا العمالة تتأثر ولا سوق الحديد يتأثر ولا يؤثر على باقي الصناعات، لأن الحديد ده سلعة استراتيجية. النهاردة لو في مشكلة في الحديد هتبقى في مشكلة في 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 الإسكان وفي الإنشاءات وفي المشروعات القومية. الحمد لله ده كله احنا قطعنا فيه شوط كبيرة من الدراسة حتى لا يؤثر على باقي الاستثمارات للمستثمرين. وبينما كان الجميع منشغلا بأحكام رخص الحديد، تلقى الاستثمار صفعة قضائية جديدة بعد صدور أحكام باسترداد الدولة لثلاث شركات تمت خصخصتها وبيعها لمستثمرين، ناهيك عن عشرات الدعاوى القضائية الأخرى التي رفعت للمطالبة باسترداد كافة الشركات التي تمت خصخصتها خلال السنوات السابقة، فيما بقي سؤال واحد يتردد في أذهان الكثيرين: أي ذنب جنى المستثمر الذي تعاقد مع دولة ذات سيادة وقانون؟ الإحصائيات بتقول أنه في السنوات السابقة القطاع الخاص أو رجال الأعمال المصريين والأجانب شغلوا 5 مليون داخل جديد في سوق العمل، والحكومة والقطاع العام شغلت 100 ألف. إذن لازم نكون فاهمين كويس قوي خريطة العمل في مصر. النهاردة لما احنا بنطفش رجال الأعمال بأي إجراءات تعسفية أو بأي رجوع عن توقيع الحكومة المصرية على اتفاقات، مهما كان المبرر لهذا الرجوع أو النكوص عن ما وعدت به الحكومة المصرية ومضت عليه، هذا مؤكد سيجعل رجال الأعمال الأجانب بل والمصريين يبعدوا عن أي استثمار جديد. الإجابة على السؤال السابق حملها المسؤولون الحكوميون في مصر بالتأكيد على أن ما صدر من أحكام قضائية ليس أكثر من حالات فردية لا تعبر عن سياسة الحكومة المصرية، وأن الأساس هو احترام التعاقد مع المستثمرين، بل والأساس هو تهيئة المناخ الاستثماري وتقديم حوافز للمستثمرين، ليس فقط لجذب المزيد من الاستثمارات وإنما حفاظا على سمعة الاستثمار في مصر. لابد من طمأنة المستثمرين على استثماراتهم. نحن نبدو انطباع ان ما حدث من احكام قضائية من لبعض الشركات الحكومية التي بيعت ثم حصل فيها احكام قضائية للعودة، دي احكام فردية لا تعكس اي تغير في السياسة المصرية بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للتجارة، وده مهم جدا. نمرة اثنين انك مش بس انك تطمن، انت نمرة اثنين انك انت لازم تدي تسهيلات للمستثمر يجي يعني
ما يجبش انه يجي عشان يعاني عشان يفيدك. لابد ان انت تبقى شايله على كفوف الراحة بالمفهوم البسيط، لازم تشايله على كفوف الراحة، لازم تقدم له كل التسهيلات وكل الخدمات، طالما انه بيشتغل في انه جاد وانه حيفيد وانه عامل استثمارات تشغل عمالة واستثمارات تضيف للاقتصاد القومي، طالما انه يحقق هذه الشروط يبقى من حقه علينا ان احنا نستقبله كويس وما نعملوش مشاكل، وفي نفس الوقت نشجعه على مزيد من الاستثمارات لانه الاستثمار سمعة. ورغم هذه التحديات التي واجهت الاستثمار في مصر بعد الثورة، إلا أن ثمة آمالا بأن يستطيع الاقتصاد المصري جذب استثمارات جديدة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبعد حل مشاكل المستثمرين، في ظل إعلان الحكومة المصرية أنها تسير على طريق التوصل لتسويات ودية مع هؤلاء المستثمرين حفاظا على مناخ الاستثمار في مصر. شركة كوكاكولا زي ما قلنا بتضاعف أو خلاص صدرت القرار وماشية في ضخ الأموال، 200 مليون دولار جديدة داخل الاقتصاد المصري. رئيس مجلس إدارة مجموعة أباتشي إدى التعليمات لأن من بداية 2012 يتم التوسع في مصر، ورصد 1.5 مليار دولار تبدأ في الضخ من بداية العام. المشروعات اللي اتكلمت عليها دي مختلفة، ال 12 مشروع اللي اتكلمنا فيهم كلهم بيتراوحوا ما بين ال 80 لحد ال 320 مليون دولار، كلها مشروعات تم إنشاء شركتها وجاري بناء المصانع أو المقار اللي تتعامل من خلالها هذه الشركات. يمكن عايز أقول لك إحنا الزيارات اللي بتجيلنا من السفراء كلها بتحمل أنباء إن هو كله طيب إحنا جاهزين وعايزين نقعد معاكم عشان نشوف هنبدأ بعد الانتخابات مباشرة. ينتظرون استقرار الأوضاع السياسية والأمنية واستكمال زي ما قلنا البناء المؤسسي للدولة ووجود السلطات التشريعية في مكانها وتبدأ لمباشرة أعمالها بعد انتخابات المجلس الشعبي. وإذا كان الاستثمار الأجنبي في مصر قد شهد وللمرة الأولى نموا بالسالب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فإن الجميع يتفق على أن عودة هذه الاستثمارات أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط لإنعاش الاقتصاد المصري وإنما للمساهمة في حل مشكلة البطالة المزمنة بعد أن عجز القطاع العام عن توظيف مئات الآلاف من الداخلين الجدد إلى سوق العمل المصرية.